مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم مجتمع واعي. مساكم الله بالخير بسام. مسك بالخير جايه، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم مجتمع واعي. من الاشياء اللي دائما نفتخر فيها في بلدنا الغالي ان الظروف الاستثنائيه اللي فرضها انتشار فيروس كورونا ما يعني وقفت عائق امام استمرار عجله البناء والتنميه وتحقيق العديد من المكتسبات. بالفعل يعني بسام، كل انجاز له فرحه، ولكن يبقى الانجاز في ظل التحديات اللي تشهدها كافه دول العالم لها فرحه مختلفه، ولحظات العمل والمثابره فيها تبقى اكيد يعني دوم في الذاكره. بالتاكيد، ولا هي غريبه على البحرين مواصلتها للتنميه بكل عزم، وكلنا ايمان ان امامنا فريق وطني قادر على مواجهه اي تحدي، وايضا عندنا مجتمع واعي ومسؤول وملتزم بكافه الاجراءات الاحترازيه. مشاهدينا، نستهل معكم حلقتنا لهذا اليوم، لكن من بعد هذا الفاصل. نبتدي معكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث عقد الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا مؤتمر صحفي حول مستجدات جهود مكافحة فيروس كورونا. خلال المؤتمر أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة أن مملكة البحرين تسلحت بوعي المجتمع في مواجهة الفيروس والتزام كل فرد بمسؤولية بالإجراءات الاحترازية. ومن جهته طبعا أكد المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، أكد على أهمية عدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاستمرار بذات العزيمة لضمان صحة وسلامة الجميع. ومن جانبه جدد المقدم طبيب أحمد محمد الأنصاري مدير مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية بالمجلس الأعلى للصحة، جدد التأكيد على أن مواصلة العزم بمسؤولية مرتكز النجاح لكافة الجهود الوطنية، وبتعاون وتكاتف الجميع راح نحقق الأهداف المنشودة، إضافة إلى أهمية الاستمرار بالتقيد بمعايير التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمام، مع أهمية التقيد بكل التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في المملكة ليعود الوضع كما كان عليه وأفضل. بدورها طبعا أكدت الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى، حيث تم توسيع نطاق عدد الفحوصات المختبرية للوصول إلى الحالات في الوقت المبكر واستخدام البروتوكولات العلاجية المناسبة لها، وذلك للسيطرة على الحالة الصحية. وفي خبر آخر، تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصال هاتفي من معالي الدكتور
يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. وخلال الاتصال أكد سعادة وزير الخارجية على الدور الهام الذي تطلع به منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز العمل الإسلامي والارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء. ومن جانب أشاد معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالجهود الكبيرة اللي بذلتها مملكة البحرين في مواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والمحافظة على المواطنين والمقيمين، ومتمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. حرص الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة على توفير بيئة صحية لجميع المترددين على الخدمات الصحية، ومنها المركز الوطني لفحص الكورونا بأرض المعارض، حيث تم تخصيص قاعات مختلفة لعمل الفحص تخدم الأهداف المنشودة من هذه الفحوصات للفئات المختلفة. كذلك لما يكون دخولهم إلى داخل القاعة هناك علامات واضحة لكل فحص، من التسجيل إلى الاستقبال، أخذ المعلومات من المرضى إلى ما يطلع ويترخص من المكان. تم مراعاة التباعد الاجتماعي ما بين كل مريض وآخر، الكراسي تكون متباعدة بمسافة مترين، ويتم تعقيمها بعد قيام كل مريض للفحص قبل جلوس المريض الآخر. لا يتوقف الأمر عند هاي الموضوع، لكن يتم المتابعة المستمرة، ولو شفنا إن في بعض الحالات تحتاج لإدخال لحين ظهور النتيجة يتم توفير مكان مخصص ومنفصل تماماً عن المترددين للفحص بشكل مباشر، بحيث إن يكون هذه الأماكن منفصلة وتلتزم بالقواعد العامة لمكافحة العدوى. بالإضافة إلى أمور التعقيم، يتم التعقيم بالمواد المعتمدة والمسجلة لدى وزارة الصحة ووكالة صحة البيئة باستخدام آلات رش المعقمات واستخدام آلات التبخير التطهيري واستخدام جهاز الألترا فايلوت لايت للأشعة فوق البنفسجية. احنا ككوادر طبية في الصفوف الأمامية في عيادات أرض المعارض نلبس الملابس الوقائية، من الرأس نلبس الواقي للشعر والملابس إذا كنا لابسين حجاب، القناع نلبس اللباس الوقائي للملابس الخارجية، وأيضا قطاع للأحذية. كل هذه الملابس الوقائية وفرت لنا حكومتنا الرشيدة بصورة دورية وبدون انقطاع لوقايتنا من الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الشخص اللي احنا نقوم بفحصه. لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية يتم التعاون مع الدفاع المدني يومياً لتعقيم مركز المعارض لتحقيق أكبر نسبة من التعقيم ومنع الخطورة من انتشار العدوى ما بين العاملين والمستفيدين من الخدمة. وهذا الإجراء هو إجراء احترازي وتدبير وقائي من أجل وقاية جميع المراجعين والمرضى ووقاية الطاقم الطبي من انتقال العدوى داخل المنشأة الصحية. وفي الختام نتمنى الصحة والسلامة للجميع. حياكم الله من جديد. تاريخ الإعلام في مملكة البحرين تاريخ طويل ومهم، تنوعت فيه الوسائل، وكانت البحرين دائما سباقة في العديد من مجالات الإعلام، وتميزت بحسن إدارة أجهزتها الإعلامية واستغلالها الاستغلال الأمثل خلال العقود الماضية. ومن أبرز هذه الوسائل الإعلامية المهمة الإذاعة، اللي كانت ولا زالت إذاعتنا الوطنية إذاعة البحرين صوت لكل مواطن وشريك أساسي في العديد من المناسبات والإنجازات الوطنية المهمة. إذاعة البحرين الوطنية إذاعة عريقة وثقت منجزاتنا وتاريخنا، وكانت محط اهتمام كبير
من قبل المسؤولين والمواطنين وكذلك أيضا دول المنطقة، نظرا لدورها في تثقيف وتوعية المجتمع بكل ما يدور حوله من أحداث ومعلومات وأنشطة كذلك. إذاعتنا الوطنية مستمرة في مسيرتها وتواكب كل التطورات أول بأول، واليوم كان يوم حافل إدارة الإذاعة بوزارة شؤون الإعلام بعد ما افتتح سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام المرحلة الأولى من مشروع التطوير التقني لاستوديوهات إذاعة البحرين. وبمناسبة تدشين هذا المشروع أكد سعادة وزير الإعلام أن إذاعة البحرين هي صوت المواطن وهي شريك أساسي في جميع منجزات المملكة منذ تأسيس الإذاعة. نتابع معكم مشاهدينا كلمة سعادة الوزير ونعود للحديث أكثر حول هذا المشروع. في اعتقادي بأن عندما تملك الريادة في مثل هذا الجهاز الهام قطاع الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة عندما تنال هذا الشرف لخدمة البحرين وأهلها من خلال أجهزة مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة على سبيل المثال. عندما انطلق أول بث إذاعي لاسلكي في البحرين قبل 80 عام في عام 1940، ومن ثم انطلقت إذاعة البحرين الرسمية عام 1955، نتحدث عن أكثر من 65 عام، وقبلها الصحافة. هذه كلها تحملنا مسؤولية لتطوير هذا الجهاز والحفاظ على هذه الريادة. لذلك كان هناك حرص كبير من المسؤولين على الإذاعة أن يتم تطوير هذا الجهاز من الناحية التقنية لضمان إيصال مضمون يعكس واقع بحريني دائما احنا نفتخر فيه. في ظل هذه المنافسة في وسائل الإعلام ودخول الإعلام الحديث، أعتقد ما زالت الإذاعة قادرة على الوصول إلى المستمع وإيصال رسائل مهمة. ما يميز الإذاعة دائما هو الطرح الهادئ، ونحن دائما نفتخر في البحرين بأن البحرينيين أصحاب صوت هادئ ومقنع وفيه الكثير من الحديث المنطقي. فأتمنى حق جميع القائمين على هذه الإذاعة في ظل هذا التطور الكبير اللي تشهد الإذاعة من ناحية تقنية أن يكون هناك تطور من ناحية المضمون. مشاهدين، احنا بنتكلم اكثر عن هذا المشروع ويسعدنا يكون معانا في الاستوديو الاستاذ يونس سلمان مدير اذاعه البحرين للحديث عن هذا المشروع. ابو غلا مسيك بالخير. يا هلا، مساكم الله بالخير ومشكورين على هذه الاستضافه. احنا طبعا نبارك لانفسنا ونبارك لكم، يعني احنا بعد فخورين جدا ايضا بهذا يعني المشروع الجديد، مشروع التطوير التقني في الاذاعه. يعني واقدر اقول يعني احنا ايضا من محبين ومتابعين وجمهور الاذاعه قبل أن نكون زملاء يعني في المهنه. ابو غلا اكيد لابد انتم ابناء الاذاعه، طول بعمرك. طبعا احنا يعني سعيدين بهذا المشروع. نعم. مشروع التطوير الفني التقني الذي يليق بمكانه اذاعه البحرين التاريخيه. اذاعه البحرين بدات البث منذ 8 عقود، من عام 1940 8 عقود على بث إذاعة البحرين، وانطلقت الإذاعة الرسمية في 1955، تاريخ طويل. نعم. عملوا فيه الكثير من الرواد، سواء على مستوى المحتوى، سواء على مستوى الشكل، سواء على مستوى يعني البرامج، الدراما. وما هذا المشروع المتطور الكبير إلا تتويج لهذه المسيرة الطويلة. طبعا يعني لدوركم الريادي، يعني إذاعة البحرين يعني يشهد لها بالريادة يعني على مستوى المنطقة حتى. نعم. يعني لكن هو شعور أيضا لا يوصف، يعني أبو غلا يعني عند أي مسؤول في أنه يشوف حلم وتحقق وإنجاز يعني تم استكماله بنجاح خلال يعني فترة توليك مسؤولية إدارة إذاعة البحرين. شنو يعني لكم اليوم هذا الإنجاز؟ أولا أنا بالنسبة لي أنا أفخر أن أكون جزء من منظومة إذاعة البحرين ومنظومة الإعلام بصورة عامة. يعني طبعا هذا المشروع، مشروع التطوير الفني والتقني، هو مشروع يعني كبير، يمكن أكبر مشروع للتطوير صار في تاريخ إذاعة البحرين. هذا المشروع يحتوي على العديد من الأسس، سواء على مستوى البث،
سواء على مستوى تطوير الاستديوهات وتهيئة البيئة الإبداعية السليمة لفريق العمل للعمل بإبداع، أو أيضا المشروع كان من ضمن عربة النقل المتطورة اللي هي هذه العربة اللي نغطي فيها الفعاليات من موقع العمل. طبعا الفعاليات الهامة وشاركنا فيها في العديد من الفعاليات الهامة على مستوى يعني المملكة مثل الفورمولا 1 وغيرها والفعاليات الرسمية الهامة. هذه بعد يعني هذه من انطلاقا من حرص الإذاعة والمسؤولين في الوزارة على أن الإذاعة تكون قريبة من الناس. صحيح. يعني التواصل مع الناس يعني نكون جدا قريبين، يركبون ويانا في السيارة، نتواصل وياهم، نستضيفهم لقاءاتهم يعني ميدانيا أن ناخذ الانطباعات مالتهم. هذه جزء السيارة، أيضا جزء منظومة البث. منظومة البث جدا متطورة على المستوى العالم، هي نظام البث الـ RCS، هو نظام رقمي جدا متطور يعني، وفي العديد من الإذاعات اللي تبنت هذه. طبعا اختيار النظام واختيار يعني كل هذا الزخم صار بناء على تشكيل لجنة، شكلت لجنة من إذاعة البحرين ومن إدارة الشؤون الفنية والتقنية. اللجنة في إذاعة البحرين حرصنا أن يكونون فيها جميع المختصين اللي لهم العلاقة يعني بالإخراج، بعمل الأجهزة، بتنفيذ البرامج، بالأمور التقنية، بالفيديوهات اللي تبث. نعم. هذه كل هذا العمل حرصنا على أن يكون فيها، وكانت برئاسة الأستاذ صلاح خالد ومجموعة من المخرجين والمنفذين كانوا فيها، أيضا الموزعين الموسيقيين اللي كانوا موجودين. طبعا هذه بالإضافة إلى أيضا عندنا فريق من إدارة الشؤون الفنية والتقنية تم وضع الخطة والأساس. نعم. لهذا المشروع وتم تبني. نعم. يعني أستاذ يونس، نحن لما نسمع كل هذه ما شاء الله التطورات اللي قاعد تحدث إن شاء الله وراح تحدث في إذاعة البحرين، أكيد يعني نشعر بالفخر جميعا، خاصة أن مثل هذا الإنجاز واللي اليوم صار مع يعني الظروف الاستثنائية اللي قاعدة تعيش مملكة البحرين، لكن بالضبط. عجلة التنمية ما وقفت وإحنا مواصلين فيها بإذن الله. وأيضا إحنا مواصلين معك أكيد حديثنا يعني بالكلام أكثر حول يمكن تفاصيل أكثر راح نعرفها، لكن الحين يعني راح ننتقل إلى استوديو إذاعة البحرين وتنضم لنا الزميلة نسرين معروف رئيسة إذاعة البحرين. حياك الله أستاذة نسرين، وبودنا أن تقولين لنا شلون ممكن ينعكس هذه التحديث والتطوير الشامل على جودة عملكم في الإذاعة من ناحية الإنتاج. أمسي عليكم بالخير أختي العزيز رقية، وأيضا أخوي العزيز بسام، ومسي بالخير على مشاهدي ومتابعي هذا البرنامج الجميل والقيم حقيقة عبر شاشتنا الذهبية شاشة تلفزيون البحرين. وأيضا أمسي بالخير على أخوي العزيز وأستاذي القدير القائد الملهم يونس سلمان، طبعا الأخ الروحي لنا جميعا في إذاعة البحرين. طبعا بداية أحب أني أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة الأستاذ علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام، وإلى كافة السادة المسؤولين في القيادة العليا لوزارتنا الموقرة على اهتمامهم بكل ما يضمن تطوير منظومتنا الإعلامية المتميزة، وأيضا الارتقاء بالمحتوى الإعلامي على كافة مستوياته سواء كان مسموع أو مرئي. طبعا اليوم حب أبارك لنفسي كإعلامية إذاعية وأيضا لكافة الزملاء معي في إذاعة البحرين على تدشين هذا المشروع الرائد حقيقة، مشروع الاستوديوهات الجديدة، والذي كان يشكل بالنسبة لنا إحنا جميعا في الإذاعة كمنتسبين لهذه المنظومة المسموعة الجميلة أحد الطموحات الكبيرة حقيقة والهامة جدا، وهذا حلم كما يقولون طال انتظاره، والحمد لله إحنا اليوم نشوفه على أرض الواقع. أتوقع أن الآن يعني هذا التدشين وهذا خلينا نقول التطوير للاستوديوهات في إذاعة مملكة البحرين سيحدث نقلة نوعية، ويعني سننتقل الآن يمكن
نقلة مغايرة تماما في عملنا الإذاعي، سواء من ناحية الاحترافية، من ناحية الجودة، من ناحية التميز في الأداء وفي البث كذلك. يمكن الآن يعني إحنا فعلا مقبلين على مرحلة جديدة من تاريخ الإعلام المسموع في إذاعة البحرين. أعتقد أن إحنا الآن فعلا سنستطيع أن نواكب هذه المرحلة اللي الحمد لله يعني الآن وصلنا لها بفضل اهتمام يمكن قيادتنا، وبفضل أيضا اهتمام مسؤولينا في وزارة شؤون الإعلام بتحديث وتطوير المنظومة الإذاعية. الآن احنا ككوادر يمكن إعلامية تعمل في إذاعة البحرين أيضا سنسعى جاهدين لنواكب هذا التطور الرقمي والفني بتضمين أيضا المحتوى الإذاعي بكل ما هو جديد وبكل ما هو مختلف وبكل ما هو مغاير. وطالما يمكن إذاعة البحرين استطاعت أن هي يعني تخلق لها بصمة على مسيرة الإعلام البحريني، ولطالما كانوا الإعلاميين الإذاعيين في البحرين دائما يعني يحاولون من خلال وجودهم في إذاعة البحرين أن تكون لهم بصمات مضيئة وجميلة من خلال كل البرامج اللي يقدمونها. أيضا يمكن الشيء المميز يعني يمكن في هذا المشروع الكبير اللي تحقق الحمد لله في إذاعة البحرين وجود المكتبة الرقمية الآن، وهذه المكتبة اللي ما شاء الله احنا كلنا نعرف يعني الآن إذاعة البحرين تقريبا مضى على تأسيسها أكثر من 65 عام. هناك الكثير من المواد الإذاعية القيمة حقيقة اللي يعني بيتم نقلها إلى هذه المكتبة والأرشيف الرقمي، بحيث أن احنا سنستطيع أن نتعامل مع هذا الأرشيف بكل سهولة وبكل سلاسة. هذه أيضا رح يسهل حتى عملية الإخراج وعملية يعني يمكن التنفيذ بالنسبة لل الزملاء المخرجين والمنفذين في إذاعة البحرين، راح يسهل علينا احنا يعني عملية البحث عن هذه المواد حقيقة القيمة في أرشيف الإذاعة، وراح نستطيع ان يعني نخلق منها ان شاء الله برامج جديدة تواكب هذه المرحلة اللي احنا الحمد لله قاعدين نستشرفها في التطور في إذاعة البحرين. أفتخر حقيقة أني أنا أنضم أو أني أنا أعمل تحت هذه المنظومة الإعلامية الكبيرة في مملكة البحرين. أفتخر أن إحنا في إذاعة البحرين نعمل دائما كأسرة واحدة ونتطلع دائما للأفضل، دائما روح الفريق الواحد هي موجودة عندنا. والآن كما يقولون إن شاء الله مع هذه الفترة القادمة في ظل هذا التطور اللي حدث في إذاعة البحرين مع هذا المشروع الجديد، راح يعني إن شاء الله نقدم الأفضل ونصل دائما إلى مرحلة التميز اللي دائما إذاعة البحرين الحمد لله تميزت فيها. شكرا لكم وأتمنى لكم إن شاء الله كل الخير وكل التوفيق، يعطيكم العافية. الله يعافيك طبعا زميلتنا العزيزة نسرين معروف رئيسة إذاعة البحرين، شكرا جزيلا لك ولجميع ما تفضلت فيه. عودة لك يعني أستاذ يونس، يمكن كلام زميلتنا العزيزة نسرين يمكن وهي قاعدة تقول في الختام يعني لما ختمت كلامها قالت شيء جميل جدا، قالت إحنا في إذاعة البحرين نعمل بروح الأسرة الواحدة وروح الفريق الواحد. فأكيد نعم. هذه الإنجاز اللي صار اليوم كانت له أيضا انعكاسات على منتسبين الإذاعة. أكيد لا شك، هو لما يعني توفر البيئة للإبداع للعمل للتميز، الأجواء جدا جميلة في الإذاعة الآن، أجواء احتفالية. اليوم كان يوم عيد بالنسبة لنا، لا شك هناك انعكاس على المضمون. أيضا هناك خطة توازي هذا التطور التقني من ناحية الشكل، أيضا المضمون لابد أن تكون فيها، وهذه يعني أمر عملنا فيه من فترة ونعمل فيه إن شاء الله. عندنا دورة جديدة يعني متنوعة بمفهوم مغاير، وإن شاء الله يعني راح تكون إن شاء الله في القريب العاجل. بس أنا يعني النقطة اللي أنا جدا سعيد فيها هي أن يعني بالرغم من ظروف الجائحة اللي موجودة اللي صارت اللي يمكن واجهناها في البداية يعني، إلا أن المشروع ما تعثر الحمد لله. يعني كان في عزم من المسؤولين برئاسة سعادة وزير شؤون الإعلام السيد علي بن محمد الرميحي، وسعادة وكيل وزارة شؤون الإعلام السيد عبد الرحمن بن محمد بحر،
كان هناك حرص شديد ومتابعة لإنجاز هذا المشروع ولإتمامه ولإنهائه وعدم التأخير فيه. يعني ما وقفنا ايضا هاي المشروع يعني ما وقف عند من النقاط المهمه بالتاكيد بغلا ان مساله المشاريع التنمويه في مملكه البحرين بشكل عام، وايضا يعني مشروع التطوير في الاذاعه هو من ضمن هذه المشاريع اللي يعني تم استكمالها بنجاح ملفت الحقيقه. يعني خلال فتره احنا نشهد فيها هذا التحدي، وطبعا لا ننسى ونقول يعني ونذكر دائما ان اذاعه البحرين هي جزء مهم من تاريخ الاعلام في المنطقه. لا يمكن احنا نذكر اعلام المنطقه وتاريخها من غير لا يعني نتكلم عن اذاعه مملكه البحرين اللي كانت ولا زالت وراح تبقى يعني جزء مهم من هذا الاعلام. انا يعني مستمرين معك بغلب بلا شك، لكن عندنا هذا التقرير تاريخ طويل لاذاعه البحرين تحتفي فيه وزاره الاعلام بمناسبه تدشين هذا المشروع الطموح بهدف مواصلة مسيرة العمل الدؤوب والاستفادة من الخبرات المتراكمة والتاريخ العريق اللي سطرته طبعا السواعد الوطنية عبر أثير إذاعة البحرين منذ التأسيس. نتابع معكم مشاهدينا هذا التقرير وراجعين لاستكمال حديثنا مع ضيفنا العزيز في الاستوديو. باسمي تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاشركية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي. هنا البحرين، كلمة استفاضت بها استوديوهات إذاعة البحرين لعقود طويلة، عاصرت جيل الرواد وتداخلت بين العلوم والثقافة والأخبار، كانت حاضرة حضورا صاخبا عكس طوال تلك الفترة مدى الاهتمام الكبير الذي أولته المملكة لوسائل الإعلام وحرية الرأي والمعرفة في تقدم كان هو الأبرز على مستوى المنطقة، لتواصل وزارة الإعلام مسيرتها الوطنية في أداء دورها الوطني الفاعل. اليوم احنا نتكلم عن إذاعة لها ريادة في منطقة الخليج، إذاعة لها باع كبير وخبرات تراكمية في مجال الإعلام المسموع. هذا المرفق اليوم يشهد نقلة نوعية في تطورها التقني من خلال منظومة جديدة، منظومة حديثة تواكب أحدث المنظومات الإذاعية في العالم، وأيضا تواكب وسائل الإعلام الحديثة لكي تتوافق معها. لا شك بأن هذا المشروع متطور وبيكون نقلة نوعية في جودة البرامج من الناحية التقنية، خصوصا بأن الاستديوهات المرة مرتبطة بشويتين صوت وصورة. عادة الاستديوهات المتعرف عليها خصوصا في الإذاعة هي مرتبطة بصوت بس، هالمرة لا، دشينا على تقنية جديدة فيها صورة، لأن الاستديوهات الجديدة مرتبطة بكاميرات متطورة جدا تواكب التكنولوجيا الحديثة. حقيقة النظام الجديد بالاستديو بيخلق بيئة عمل ممتازة لطاقم الإذاعة للإبداع والتميز. احنا كقياديين في وزارة شؤون الإعلام فخورين جدا بالكفاءات البحرينية اللي تشغل المشروع بكل كفاءة واقتدار. من منطلق حرص الوزارة على تحديث وتجديد منصاتها الإعلامية، جاء مشروع تحديث إذاعة البحرين صوت المواطن الأول، ليشتمل على تطوير استديوهات الإذاعة ومرافقها الأساسية وفق آخر التطورات التقنية والفنية المعمول بها في هذا المجال، استنادا على إرث عريق من العمل الاحترافي الدؤوب والمهني. مشروع التطوير الإذاعي يشمل تطوير 9 استديوهات إذاعية وغرفة للمراقبة المركزية وأرشفة، ويعتبر ذلك نقلة نوعية في التقنيات الإذاعية. تم التغلب في هذا المشروع على معظم التحديات التي كانت تواجهنا تقنيا وفنيا في النظام القديم. فضمن التجهيزات استطاعت وزارة شؤون الإعلام من خلال استديوهاتها بخلق جو مريح إيجابي للمذيع خلال تواصلها مع الجمهور دون حواجز أو تحديات، كما ارتقت بجودة الصوت من النظام التماثلي القديم أنالوج إلى النظام الرقمي ديجيتال. أما غرفة التحكم الإذاعي المركزي MCR فقد طورناها لتسهل عمل الفنيين فيها وتسهيل التحكم في الإشارات ومراقبة جودة الإشارة وتحويلها من النظام التماثلي إلى النظام الرقمي.
تاريخ طويل امتد لعشرات السنين، وحجم إنتاج متقدم ومجود قامت عليه سواعد منتسبي إذاعة البحرين بمهارات وكفاءات وطنية شابة ترنو دائما إلى الارتقاء بالرسالة الإعلامية الوطنية إلى أعلى المستويات، لتبقى إذاعة البحرين الوسيلة الإعلامية الأقرب صوتا وإحساسا وفكرا من جمهورها العريض الذي أحسن الإصغاء والانتقاء خلال سنوات طويلة قدمت من خلالها النخب الثقافية والأدبية والإعلامية عصارة فكرها ومنارة الأدب وآخر الأخبار والتغطيات. مواكبة لآخر التطورات في مجال الإذاعة، جاء هذا المشروع مستندا على إرثه العريق وريادته المشهودة في هذا المجال، ليواصل أثير هذه الإذاعة في إيصال صوت المواطن ومخاطبة الجميع بهنا البحرين. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. نشكر الزميل العزيز يحيى العمر على هذا التقرير المميز، وعودة لضيفنا العزيز الأستاذ يونس سلمان مدير الإذاعة. يعني بغالة شفنا المشروع وشفنا التطور اللي حصل والأجهزة الحديثة، يعني هل صاحب هذا التطور أيضا تقديم دورات تدريبية للموظفين؟ بالضبط، طبعا في دورات تدريبية من ضمن العقد نفسه. نعم. اللي مع الشركة هناك تدريب كانوا فيه مختصين دربوا. نعم. فريق عندنا، طبعا جميع المعنيين خضعوا لهذا التدريب. أيضا الآن عندنا بعد من جهة ثانية عندنا أيضا فريق من إذاعة البحرين، فريق من المختصين من اللي أصحاب الخبرة. نعم. أيضا قاعدين يدربون على هذا النظام، لأن النظام أيضا في تدريب على أجهزة للدراما، للتسجيل الغنائي، كثيرة أمور كثيرة، نظام بروتولز، نظام في عندنا الجماعة، يعني عندنا في الإذاعة متمكنين أيضا من هذه الأنظمة اللي وفرها هذا النظام الجديد. لذلك أيضا عندنا الآن قاعدين عندنا خطة جاري العمل فيها لتعليم الجميع على يعني هذه المهارات، سواء مهارات البث او مهارات المتعلقة بالمكتبة او المتعلقة ايضا بالأرشفة التقنية، وايضا مهارات الانتاج الغنائي والانتاج الدرامي. هذه مهارات يعني حريصين ان الكل يتعلمها. نعم. يعني الجميع، لذلك يعني واحنا نفخر ايضا بطاقمنا العملي سواء على مستوى الاخراج او التنفيذ او التقديم. لذلك عندنا من المخرجين والمنفذين والموزعين الموسيقيين الأكفاء اللي راح يعني يستخدمون ويستثمرون هذه المنظومة بكل يعني كفاءة واقتدار. لذلك التمرين صاير على جهتين، جهة من ويا الشركة وجهة داخلية أيضا من الانهاوس. جميل. يعني اليوم مشروع التدشين يمكن يعني فتح لنا آفاق كثيرة احنا اليوم قاعدين نطلع فيها لمستقبل يعني جميل جدا ان شاء الله، في انتظار جميع منتسبي إذاعة البحرين. نعم. واكيد يعني المستمعين في النهاية هم اللي راح يكونوا مستفيدين من هذه التقنيات ومن كل التطورات اللي راح تحدث ان شاء الله في الإذاعة، لكن كان اكيد يسبق هذا الحلم الكثير يمكن من المراحل السابقة، كان في العديد من التحديات، كان في كثير من المراحل تسبق عملية التدشين. احنا راح نشوف هذه المراحل كلها ان شاء الله من خلال التقرير التالي اللي راح يبين ان مشروع تحديث استوديوهات الاذاعه وبالفعل مشروع طموح ويحمل في طياته الكثير من الجوانب المهمه والتقنيات الحديثه والمتطوره اللي تسهم بكل تاكيد في تطوير العمل الاذاعي في مملكه البحرين. خلونا نتابع معاكم مشاهدينا ابرز ما اشتمل عليه المشروع ونعود نواصل حديثنا مع ضيفنا العزيز في الاستديو.
مستمرين معاكم مشاهدينا، ويسرنا يكون معنا عبر الانترنت الزميل عماد عبد الله رئيس الإذاعات باء. مساك الله بالخير عماد. يعني من الناحية الفنية شلون يعني ممكن لهذا المشروع أنه يعزز من جودة المنتج الإذاعي البحريني؟ أولاً أرحب بأخوي بسام وأختي رقية، ويعطيكم ألف عافية على المجهود الكبير اللي تقومون فيه وكل الطاقم الفني في هذا البرنامج. طبعا كما لا يسعني الا يعني او انسى، لابد ان لا انسى ابو غلا موجود في الاستديو، ابو سلمان الله يعطيك الصحه والعافيه. في 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 باختصار شديد وبشكل مباشر بالنسبه لهذا المشروع وكيف يعزز الجانب الفني للاذاعه، اتوقع ان اذاعه البحرين سباقه في كل شيء منذ اليوم الاول لها منذ الانطلاقه، وسباقة في محاكاة اللغات الحديثة التي تنتشر حول المعمورة في الفضاء الواسع. الآن كما تعلمون شئنا أم أبينا لغة التواصل أصبحت الشبكة العنكبوتية من خلال السوشيال ميديا. إذن الإذاعة لابد أن تواكب هذا الشيء دون التخلي عن كبريائها. وعظمة الإذاعة في كبريائها في 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 إعطائك المجال الفني والمجال في إطلاق خيالك حول ما تستمع إليه، إن كان من معلومات أو من منوعات أو من أخبار. ولكن لكي تبقى هذه السيادة للإذاعة في هذا من خلال هذا المشروع الفني، أدخلت المرئيات على الصوت من خلال السوشيال ميديا، غير الجانب الفني المطور جدا من خلال استخدام المواد في الإذاعة، إن كان من تسجيل أو النظام الجديد الآن يعطي فسحة أكبر للفنيين بإلقاء إبداعاتهم داخل هذا القالب الفني. في السابق كانوا يأخذون فترة أطول بكثير ومتعبة جدا بكثير، مما يرهق الذهن ولا يعطي مجال أكبر للإبداع، وإن كانوا مبدعين جدا، ولكن فما بالك الآن لما تعطى لهم كل الأدوات اللي يحتاجونها بوقت قصير، ويطلق المساحة لأذهانهم للإبداع بتشكيل صورة إبداعية فنية جديدة. وهذا ما تعودت عليه إذاعة البحرين بأن تكون هي دائما الأولى في المنطقة، بأن تكون هي دائما السباقة في استخدام الأدوات الحديثة للعصر، وعيد أكرر بعدم التخلي عن الكبرياء الواضح للإذاعة. إذاعة البحرين من الإذاعات الشامخة جدا طبعا، وأيضا لا نستطيع أن نغفل الجهود الحثيثة والكبيرة اللي قاموا فيها السابقين في هذه الإذاعة. نحن أسسنا على أيديهم من عمالقة إعلام، لا أستطيع أن أذكر أسماء لأن راح أشعر بذنب كبير لو نسيت أحد هذه الأسماء الكبيرة والعملاقة، من إدارة، من خط الإنتاج وهو الإعداد والتقديم، إعلاميين بكل ما تعنيه الكلمة، استخدموا الأدوات في ذلك العصر وحافظوا على هذه الجوهرة وهي إذاعة البحرين، حافظوا عليها حفاظ كبير جدا وسلموه بكل أمانة للأجيال. فهذا المشروع الجديد أتى ليطور من لمعان هذه الجوهرة، هي أصيلة وجوهرة وتبقى جوهرة دائما، ولكن الجوهرة إذا تركت أمام رحمة أمور التعرية وغيرها راح يمكن تفقد بريقها. ولكن لابد من مشاريع حديثة متطورة تحافظ على هذا اللمعان. و نحن نبارك يعني في الأول لأنفسنا بهذا المشروع الجديد، نحن من نعمل في إذاعة البحرين أو من نخدم
في هذه الإذاعة العريقة، كما أيضا نبارك لكل مستمعين اللي فعلا نحن نشعر دائما بأنهم مع عائلتنا الكبيرة بهذا المشروع الفني الذي سوف يتيح لنا الفرصة بأن نحن نقدم ثيمات متطورة وثيمات مبدعة أكثر إن شاء الله عبر الأثير. شكرا لك زميل عزيز عمار عبد الله رئيس الإذاعات بافي إذاعة مملكة البحرين، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. طبعا مشاهدينا احنا اكيد لما نسمع هذا الكلام اللي يعني احيانا لما تسمع مشاعر كذي جياشة من منتسبي الإذاعة بتحس انه فعلا هم يعني مثل ما قالوا ان الكلام نابع من محبة، نابع من حب ويعني ولاء وإخلاص في المجال اللي هم يشتغلون فيه. وإن كانت إذاعة البحرين مثل ما قلنا كانت ولا زالت حاضرة في جميع المجالات، فيعني احنا دائما نقول الله يعطيكم العافية ويعطيكم يعني مزيد من النجاح والتألق في هذا المجال، لأنه هو بالفعل يعني مجال أثبتوا فيه جميع منتسبي إذاعة البحرين خاصة في هذه الجائحة جائحة كورونا بأن العمل الإذاعي لم يتوقف، البرامج ما توقفت، الكل كان يشتغل، الكل كان يعمل، والحمد لله يعني في النهاية المجتمع البحريني والمستمعين كانوا دائما يستمتعون بكل ما يطرح من خلال الإذاعة. بالتأكيد رقية يعني جميل يعني تكلم عن مبدأ مهم جدا أخونا عماد، هو يعني ربط التطور التقني وانعكاسه على الإبداع وأنه يعطي مساحة أكبر للإبداع. هذه إن شاء الله إحنا يعني دائما تعودنا الإبداع من إذاعة البحرين اللي كانت ولا زالت مثل ما قلت رقية حاضرة في جميع طبعا مناسباتنا الوطنية، وكانت يعني مؤرخة ومؤثقة لتاريخنا الثقافي والفني، وكانت من أبرز المنصات اللي تحظى بمتابعة كبيرة وانتشار واسع من شريحة كبيرة في مملكة البحرين. أكيد طبعا، وهذا التاريخ العريق للإذاعة ارتكز على سواعد وطنية وجهود كبيرة من منتسبي الإذاعة خلال السنوات الماضية، ومثل ما قلنا دائما مملكة البحرين كانت في الصدارة والريادة خاصة في المجال الإعلامي، فخلونا نتابع معكم كيف استمر الإذاعيون في حب هذه المهنة المتميزة. الحقيقة كانت الإذاعة هي الشيء الرئيسي في المجتمع، سواء في مجتمع البحرين أو أي مجتمع آخر وأي بلد آخر أيضا، لأن الإذاعة كانت قبل التلفزيون طبعا، هي أم التلفزيون. وإذاعة البحرين خصوصا كانت يعني متابعة ومرغوبة ومحبوبة من جميع أهل الخليج، وكانت على رغم يعني ضعف قوة البث ذاك الوقت، لكن كانت تصلنا رسائل من العراق ومن الجزائر والمغرب، وربما كانت الأجواء أصفى من الآن يعني الفضاء الأثير، فلذلك كان المستمعون من هذه الدول يراسلوننا دائما، كانت الرسائل بالألوف، كان الناس متشبثين بالاستماع للإذاعة، هي المصدر الوحيد للأخبار وهي المصدر الوحيد للتسلية، وهي يعني رفيقة الإنسان في كل مكان، فلذلك كانت الإذاعة بهذه الأهمية في ذلك الوقت. الآن طبعا اختلف الموضوع اختلافا كبيرا، لأن الإذاعة الآن شاغبتها أو شاركتها أجهزة إعلامية كثيرة أخرى، منها الصحف، منها التلفزيون، منها الإنترنت، منها المحمول، أشياء كثيرة خالطت الجو الأدبي أو الثقافي أو الفني أو كل ما يحيط بالإنسان. ما زالت الإذاعات تعمل، وما زالت الإذاعات سباقة في تقديم كل ما يستجد على الساحة، سواء في البلد اللي هي فيه أو في العالم كله، وهكذا كان حالنا إحنا في إذاعة البحرين، دائما سباقين في تقديم كل المستجدات والأحداث والأخبار وكل ما يحتاج إلى معرفة المتلقي من المستمعين. لذلك الجهات المسؤولة وعلى رأسها طبعا وزارة الإعلام أولت الإذاعة اهتمامها ويسرت لها كل السبل
لكي تستطيع أن تكون في مقدمة الإذاعات لنقل العربية في الوطن العربي. ويعني القفزة اللي يعني حدثت، أنا أعتبرها قفزة في فترتنا إحنا في الإذاعة، هي تقديم البث المباشر. تقديم البث المباشر وما يتناول من أحداث فورية ومقابلات على الهواء، هذه كان إنجاز كبير قدمت الإذاعة للمتلقين. أضف إلى ذلك أيضا تدريب الكوادر الموجودة عندنا في الإذاعة، يعني هذا التدريب فعلا يعني أفرز لنا عن مواهب وإعلاميين من أبناء وطننا، من أبنائنا إحنا، استطاعوا فعلا أن يتقدموا ويكونوا أيضا ممكن أن نقول في مصاف الإعلاميين في الوطن العربي. عودة مجددا لضيفنا الكريم في الاستوديو الاستاذ يونس سلمان مدير الاذاعه. طبعا سمعنا هذا الكلام يعني من الرعي الاول في اذاعه مملكه البحرين. لا يمكن نتكلم عن الاذاعه استاذ يونس من غير ان نتطرق وان نبرز جهود يعني الرعي الاول وانجازاتهم، ولكن يعني لو سالتك هذه الخبره التراكميه وهذا التاريخ العريق لاذاعه مملكه البحرين كيف يعني انعكس على التطور اللي حاصل هذه الايام؟ هو لابد يعني في البداية أولا أحب أوجه تحية إكبار وإجلال لكل من الأستاذ حسن كمال، الأستاذ عائشة عبد اللطيف على مشاركتهم على مداخلتهم الثرية. طبعا مثل ما تعرف سلاسة نقل المعلومة هي إحدى سمات العمل الإذاعي عندنا في إذاعة البحرين. مثل ما قلت يمكن سابقا الجيل القديم لم يبخلوا على الجيل الحالي أو اللي قبله بأي من التدريب أو المعلومات أو خبراتهم، سخروا كل طاقاتهم لتدريبهم لعملهم ولي يعني تسليم هذه الأمانة لجيل يحملها من الشباب يعني. وهذه أحدى سمات العمل في إذاعة البحرين. أنت يعني هذه تطور تاريخي من 1940 لعندك الآن عام 2020، لذلك أسست إذاعات خلال هذه الفترة. أنت حين لو بناخذ مثلا سرد تاريخي لإذاعة البحرين، احنا يمكن انطلاق أول بث في 1940، انطلاق الإذاعة العامة اللي هي البحرين صارت تحت مظلة إذاعة البحرين صارت تحت تعمل كمنظمة يعني إدارة رسمية في عام 1955. جاءنا عقب في عام 1982 أسست إذاعة القرآن الكريم، 2001 إذاعة بحرين اف ام، 2002 الإذاعة الشعبية، 2003 الإذاعة الطربية، ورايح عندك 2010 الإذاعة الشبابية، 2016 إذاعة هنا الخليج العربي. هذه تطور، هذه نقل خبرات، هذه شاركوا فيها العديد من أبناء مملكة البحرين وأعطوا بكل تضحية وبكل يعني تفاني وبكل صدق وإخلاص لإيصال هذه الأمانة إلى الجيل. وإن شاء الله هذه الأمانة بعد الجيل الحالي بعد راح يأسس يعني ينقلها إلى الجيل القادم إن شاء الله. نعم، يعني هذه التفاني وهذه الإخلاص أكيد إحنا اليوم قاعدين نشهد ثمرته، وأكيد الكل حاسب مسؤوليته تجاه يمكن هذه الإذاعة العريقة لمملكة البحرين، ولذلك يمكن هذه كان من أسباب ريادة مملكة البحرين في المجال الإذاعي. فريق إعداد البرنامج أيضا تواصل مع الزميل صابر السعيد القائم بأعمال رئيس الإخراج والتنفيذ في إذاعة البحرين، وسألوا عن تقييمه للفترة أو للقدرة الفنية للاستوديوهات الجديدة وشلون راح ينعكس هذا التطور على جودة صوت الإذاعة. طبعا أشكركم على الاستضافة الجميلة في البداية، ووجه تحية لجميع أفراد طاقم العمل ويعطيكم ألف عافية. القدرة الفنية للاستديوهات الجديدة راح تكون بطريقة مركزة إن شاء الله، بطريقة تقنية عالية، خصوصا أن جودة البث راح تتغير، خصوصا أن الأجهزة الجديدة متقدمة ومتطورة في جميع أنواعها، يعني
بالإضافة لعملية إنتاج البرامج راح تتطور، خصوصاً نحن حالياً راح نستعمل بعض البرامج اللي يكون فيها ذكاء اصطناعي. علاوة على ذلك بعد عندنا إنتاج البرامج والمسجلة والمباشرة راح يساهم في عملية التواصل مع الجمهور، خصوصاً بتواجد الصورة. يعني حالياً إحنا نقدر في استديوهاتنا نطلع صوت وصورة، وهالشيء راح يعزز التواصل بيننا وبين الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهالشيء راح يعزز من قدرة الإذاعة في يعني بث برامجها بشكل أكبر وأوسع إن شاء الله. ونتمنى تكونون ويانا على طول وتستمتعون في باقتنا القادمة إن شاء الله من البرامج المباشرة والمسجلة. شكرا لكم. شكرا للزميل صابر السعيد على هذه المداخلة، وعودة للأستاذ يونس سلمان. يعني أستاذي، يعني إذا تكلمنا عن الإذاعة نتكلم عن أيضا يعني إنتاج كبير سنويا، يعني أكثر من 100 برنامج، يعني 98 من الإنتاج 98% من الإنتاج إنتاج محلي. هذه يعني ما تقول الأرقام. نعم. يعني ولا ننسى بعد إن يعني ما في سنة تمر على الإذاعة مملكة البحرين من غير أن تحصل على العديد من الجوائز، الجوائز الخليجية والجوائز العربية، وهذه يعني مصدر فخر لنا جميعا بالتأكيد كإعلاميين. لو سألتك عن هذا المشروع الحالي بغالة، يعني شلون ممكن ينعكس على عملية الإنتاج؟ هل نتوقع المزيد من البرامج، المزيد من الفواصل، المزيد من العمل الإنتاجي الفني؟ لا، هناك بيئة مناسبة، ويعني بيئة أهلك لتوفير الوقت والجهد والمال، لذلك يعني لابد من انعكاسه، لأن هناك يعني المنظومة هي تشجعك أيضا للعمل، وسرعة إنجاز المهام يمنحك الفرصة لإنجاز مهام أخرى بعد أيضا. إذا يعني إحنا رحنا حق مهمة الإخراج والتنفيذ، يعني التنفيذ لما تنفذ برامج على الهواء وتجدولها وتخلص من مهمتك، إذا قبل كان يعني يستغرق 4 ساعات، الحين يمكن يستغرق من الوقت 2 ساعة، عندك بعد 2 ساعة زود تقدر تعمل فيها. لابد أن هذا يعني هذا المشروع سيعني سيمنح الفرصة للجميع، يعني الإبداع، وإن شاء الله يعني تطوير نوعي للبرامج. نعم. على كثر ما بيكون يمكن هذا المشروع بيعطي مساحة للإبداع، وبيخلي يمكن يعني أسلوب عمل جديد الجميع راح يتبعه، خاصة مع هذه التطورات في استخدام الأجهزة والتقنيات. لكن يعني أستاذ يونس، أكيد يعني مع كل مرحلة ومع كل تقدم إحنا اليوم نشهده، لازم في مرحلة جدا مهمة، وهي يمكن الأساس، اللي هي مرحلة تعدي التحديات، أو يعني إن إحنا نقدر نتغلب على العثرات والتحديات اللي واجهتنا، خاصة في هذه الفترة الاستثنائية. بالضبط. يعني يمكن في فترة المشروع يمكن جميع المستمعين لم يشعروا بأن هناك يعني مشروع، ما وقفنا البرامج اليومية، الركنية، البرامج المتخصصة، ولا ننسى أن أيضا يعني المشروع كان خلال شهر رمضان المبارك، اللي الناس تعودوا أن تكون عندنا مسابقات، تكون عندنا سهرات، 7 سهرات في 7 أيام، عندك برامج يعني متنوعة، عندك هذه كلها أنتجت في الإذاعة، لأن الاستديوهات كانت يعني من شغلة تقريبا 7 استديوهات يتم العمل فيها. إذا إحنا قسمنا الوقت في هالفترة، يعني كان تحدي كبير، يعني شلون أن إحنا ما نخلي المستمع، لأنه مو بذنب يقول لك أنت عندك مشروع أنا تروح توقف لي البرامج، أيضا هو مرتبط بعد. نعم. يعني ولا أنت تبي تخسره بعد، تبي تم مرتبط، لأن أنت في النهاية صوته، يعني إذاعة البحرين دائما إحنا يعني كرؤية عامة نقول هي صوت الوطن والمواطن. لذلك خلال شهر رمضان المبارك يعني كان عندنا تقريبا 35 برنامج، يعني برنامج وسهرة ومسابقة، فراحت ما شاء الله يعني بكل سلاسة. نعم. بثناها من دون أن يشعر الجميع. أيضا بالنسبة حق الدورات البرامجية العادية، البرامج الأساسية اللي كانت صباح الخير يا بحرين مستمر، صباحكم رايق في بحرين في مستمر، عندك ستار كافيه، عندك IFM، كل هالبرامج يعني
استمرت وكان في تواصل ويا المستمعين ويا ما في شيء تغير عليهم. ما تغير عليهم الحمد لله. يعني هذه كان تحدي. انا متاكد يعني ابو غالة من عقب هذا المشروع جاتك يعني وايد مقترحات، يعني صار يعني صارت في يعني مثل ما تقول روح اكثر وتشجعوا الزملاء في الاذاعه بانهم يعني يقدمون العديد من المشاريع. احنا بنواصل معاك اكيد ابو غالة، لكن من بعد ما ناخذ هذه المداخلة ونتوقف مع الزميلة مريم الصباق وهي رئيس المكتبة والتنسيق في إذاعة مملكة البحرين، واللي تواصل معها بالتأكيد فريق إعداد البرنامج، وسألوها عن رؤيتها لهذا الإنجاز وانعكاسه على طبيعة عملها. نشوف هذا اللقاء وراجعين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع التطوير الفني لقطاع الإنتاج الإذاعي اللي شمل استديوهات الإذاعة وقسم المكتبة والتنسيق وبالأخص موضوع الأرشفة، ساند هذا المشروع مشروع نقل وتوثيق الإرث الإذاعي اللي فعلا كانت المكتبة تعمل عليه، حيث يعني مثل ما نعرف أن ممتلكات إذاعة البحرين تقدر بحوالي 90,000 نسخة أصلية من الأشرطة، وحوالي تقريبا 15,000 نسخة من الأشرطة أيضا الأصلية. طبعا هاي مشروع النقل كان تحت التنفيذ، وطبعا هذه كان بعد تشكيل لجنة حسب قرار مدير الإذاعة وتم العمل عليه. فلما جاء مشروع التطوير الفني ساعد في إتمام هذا العمل، تم تحويل عدد ما يقارب إلى 100,000 مادة إذاعية مختلفة إلى النظام الجديد وهو نظام الـ RCS. طبعاً حولناها إلى الصيغة الرقمية للاحتفاظ فيها بشكل مناسب يواكب الظروف الحالية. طبعاً هذا النظام الجديد راح يضيف الكثير إلى مكتبة الإذاعة، وسيتم إنتاج وأيضاً إنجاز مواد أو حتى مواد إذاعية ذو جودة عالية تنافس أيضاً فيها إذاعات كبرى عالمية في المستقبل إن شاء الله. انعكاس هذا المشروع على طبيعة عملنا في مكتبة الإذاعة، أول شيء وجدنا أن لازم نوحد صيغة للمواد الإذاعية، أيضا خفف الكثير من الضغط على خادم الإذاعة الموجود أو السيرفر الموجود الحالي، وقمنا بضبط عملية التسجيل والنقل للمواد الجاهزة لما نقوم في إدخالها في هذا الخادم. أيضا هذا المشروع سهل في عملية البحث عن أي مادة موجودة، سواء مادة من أغاني أو من مواد أخرى مثل مسلسلات أو حتى برامج، وقمنا في يعني هاي المواد باستخدامها باستخدام دلالات بسيطة في البحث عن أي كلمة موجودة في هذا البرنامج. في النهاية أكيد راح نشكر الأب الروحي لإذاعة البحرين السيد الفاضل الأخ والزميل مدير الإذاعة الأستاذ يونس سلمان على سعة صدره واحتوائه لجميع منتسبي الإذاعة ومساندتهم في جميع الأمور الخاصة بالإذاعة وبالإدارة، وأشكر أيضا جميع موظفي قسم المكتبة والتنسيق على جهودهم الواضحة وعلى عملهم الدؤوب، وأيضا كل موظفين الإذاعة على مساندتهم في هذا النظام وهو النظام الجديد نظام الـ RCS. شكرا طبعا للزميلة مريم الصباق على الكلمات. نعم أكيد طبعا، يعني إحنا لازلنا مستمرين معكم مشاهدينا، ولكن يعني لما نشوف هذه يعني العمل الكبير، لما نسمع من منتسبي الإذاعة هذه الكلمات ونسمع في نبراتهم نبرات إيجابية فيها تحفيز، فيها يعني نظرة جميلة للمستقبل الواعد اللي احنا ننتظره أكيد يعني لإذاعة مملكة البحرين. وإذا بنتكلم يعني أستاذ يونس بنقول أن هذه الكوادر الوطنية اليوم هي اللي ساهمت في أن مملكة البحرين يعني تكون في هذه الصدارة، تكون في هذه الريادة اللي طبعاً اللي هو في المجال الإذاعي. وأكيد أكيد تدشين اليوم بيخلي مسؤولية عليكم أكبر في تقديم وإنتاج وتنفيذ طبعاً الأعمال الجاية بشكل أفضل. فلو ناخذ منك يعني أستاذ يونس كلمة أخيرة قبل ما نختم معك إحنا يعني مثل المصريين نثق بقدرات موظفين الإذاعة،
يعني وانا في هالمقام يعني احب اني اقدم لهم جزيل الشكر على عملهم، على عطائهم، على قبولهم للتحديات، على حبهم للعمل، يعني سواء من مسؤولين او من موظفين او على جميع مستويات العمل. طبعا هم جدا حريصين على يعني ابراز الاذاعه، عندهم غيره على العمل الاذاعي، على الاذاعه، لذلك يعني اي خطا يصير او شيء دائما هم يتواصلون ويحاولون يحلونه، يعني في تعاون كبير، في بيئه ايجابيه، ولا شك ان هذا المشروع راح يعني يوفر البيئه السليمه للابداع. طبعا ايضا احب اشكر سعاده وزير شؤون الاعلام السيد علي بن محمد الرميحي على دعمه وعلى تواصله مع الاذاعه وتسخير كافه الامكانيات للاذاعه، وايضا سعاده وكيل وزاره شؤون الاعلام الاستاذ عبد الرحمن محمد بحر على تعاونه ويانا وعلى يعني تواصله الدائم مع الاذاعه ودعمه للموظفين، وايضا الاستاذ عبد الله خالد الدوسري وكيل مساعد شؤون الاذاعه والتلفزيون وجميع العاملين يعني في الاذاعه من مسؤولين، وحب اشكركم على هذه الاستضافه، وان شاء الله يعني يمكن يعني قدمنا جزء بسيط من المعلومات. والله اللي والله يا ابو غالي احنا شو نقول لك، احنا اللي نشكرك الحقيقه يعني ونثني على جهودكم، يعني ما كانت هذه الجهود راح تتحقق طبعا الا بعد هذه الرؤيه اللي تفضلت فيها، الرؤيه والاستراتيجيه لوزاره شؤون الاعلام، وكذلك ايضا ادارتك واشرافك لاذاعه مملكه البحرين، واحنا عندنا مثل ما قلت العديد من الاذاعات وكلها على مستوى واحد من يعني التطور، كلها على مستوى واحد ايضا من الانتاج والابداع كذلك، وهذه يعني دليل ادارتك المميزه لاذاعه مملكه البحرين، يعني شهاده يعني لابد ان نقولها ونذكرها للساده المشاهدين. بالعكس يعني يمكن ايضا طاقم العمل الاعلامي والمسؤولين وجهودهم هذه اللي ميز الاذاعه يعني، والعمل معهم جنبا الى جنب، وانا محظوظ فيهم يعني للامانه. نعم. بصراحه شكرا لك استاذ يونس سلمان مدير اذاعه مملكه البحرين على حضورك معنا وتشريفك لنا في هذا اللقاء، شكرا لك. مشاهدينا الكرام بنروح معاكم هذا الفاصل وراجعين نكمل باقي فقرات برنامجنا ونشوف هذه اللقطات بعد لاذاعه مملكه البحرين وراجعين.
حياكم الله من جديد. كلنا نسمع الكثير من المصطلحات الطبية، يمكن أغلبنا يجهل معناها وما يعرف حتى تفاصيلها. فريق الإعداد خصصوا لنا فقرة المصطلحات الطبية، واللي صرنا نستضيف فيها الأطباء وهالاختصاص عشان يشرحوا لنا أحد هذه المصطلحات اللي تم اختيارها بشكل يومي ونستفيد منها في حياتنا اليومية. ومعنا اليوم بسام عبر السكايب الدكتور سلمان الرواش، أستاذ الطب بجامعة إمبريل كوليج بلندن وعضو اللجنة الاستشارية لمرض كوفيد 19 بمنظمة الصحة العالمية، وراح يكلمنا أكثر عن مصطلح الموجة الثانية من كورونا. مساك الله بالخير دكتور، ويعني يا ريت تتكلمنا عن هذه المرحلة. مساء الخير اخواني واخواتي. الحقيقة السؤال المطروح هو الموجة الثانية، ومتى ستأتي هذه الموجة وما هي عواقبها بالنسبة إلى مرض كوفيد وفيروس كورونا. الكل يعرف الآن معظم الدول العربية والحمد لله حوالي 7-8 دول الآن استقرت موضوع الكورونا فيها، وتخلصنا تقريبا من الموجة الأولى، ولو هناك بعض الحالات تسجل من الإصابات والوفيات ولكنها حالات طفيفة وهي في نهاية المنحنى. بالتأكيد هناك ستكون وجبة ثانية كما توقع العلماء من بداية الأزمة، وفعلا حصلت في دول مجاورة للبحرين الشقيق ومنها إيران والمملكة العربية السعودية، أيضا بلدنا سجلت في حالات تدل على أنه هذه الموجة الثانية. الموجة الثانية يتوقعون الناس أنه تكون أعلى وأكبر إن لم نكن متهيئين لها. فأنا أطلب من أخواني المواطنين والتعاون مع الدوائر الصحية بكل ثقل، لأن هنا لا بد أخذ الاحتياطات. حتى لو سمح لنا الخروج والحرية شبه الكاملة، يجب أن نتعاطى مع هذه الحرية بحقيقة محاذير كثيرة. الفيروس موجود والفيروس خطير، والمرض اللي سبب الفيروس مرض الكوفيد 19 أيضا خطير جدا. وعرفنا الآن في بعض الدول العربية مثل العراق ومصر يسجل وفيات عالية مقارنة بالوفيات اللي حصلت في أوروبا نسبة للعدد اللي يدخل مستشفى. العراق مثلا على سبيل المثال، وكنا نناقشها منذ ساعات قليلة مع الأخوان في هذا البلد الحبيب، سجلت وفيات حوالي 10% من الإصابات. فأنا كل أمل وتفاؤل أنه الثقافة الموجودة في شعبنا العظيم في البحرين حتستوعب الوجبة الثانية والثالثة والرابعة إلى أن نجد علاج أو نجد لقاح خلال الأشهر القادمة إن شاء الله، ويكون عندنا صبر وتحمل. كما قلت، الفيروس جديد، الفيروس بديناميكية مختلفة تماماً عن ما حصل السابق، والخطورة ليست موجودة فقط في دولنا العربية، وأنا أتكلم كرئيس الجمعية العربية للصحة العامة وأتشرف بهالدور هذا، لكنها موجودة في كل دول العالم. لا توجد أي دولة بالعالم لم تعاني من هذا الفيروس، وأنا متأكد أنهم نصر طريقنا وأكيد حيكون قريب إن شاء الله. وشكراً لكم جميعاً. الدكتور سلمان الرواش، أستاذ الطب بجامعة إمبريل كوليج بلندن وعضو اللجنة الاستشارية لمرض كوفيد 19 منظمة الصحة العالمية، شكراً جزيلاً لك. مشاهدين، جهود الصحفيين وكتاب الرأي والأعمدة واضحة في تسليط الضوء على مختلف القضايا والمواضيع اللي تهم المواطنين والمقيمين، وتلعب صحفتنا المحلية دور كبير وبارز في زيادة الوعي وارتقاء المجتمع وتثقيف انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية من خلال ما تنشرها عبر صفحاتها المطبوعة ومنصات التواصل الاجتماعي. واليوم فريق الإعداد اختار لنا أحد المقالات بصحيفة أخبار الخليج بقلم الكاتب الصحفي محميد المحميد بعنوان وزارة الداخلية، عزم الرجال وتضحية الأبطال. خلونا نتابع بعض ما ذكر في هذا المقال وراجعين لكم. كل إنجاز في مملكة البحرين، وكل عمل، وكل مشروع، وكل مبادرة، وكل حملة وطنية تكون ناجحة ومتميزة،
حينما تتواجد فيها وزارة الداخلية، والتي أصبحت اليوم علامة جودة وثقة واطمئنان وأمان، حيث العلاقة والشراكة المجتمعية الإيجابية مع الناس والتي تحققت بفضل الفكر القيادي الأمني الثاقب والسديد. وزارة الداخلية مصدر فخر واعتزاز ومحل ثقة وأمان لكل مواطن ومقيم في مملكة البحرين، وها هي اليوم تواصل أدائها الناجح في الصف الأمامي مع فريق البحرين للتصدي لجائحة كورونا. وإذا كان الحديث موجها أكثر إلى وزارة الصحة وجهات أخرى، فإن وزارة الداخلية تحملت المسؤولية الأكبر في كل ذلك وأدت واجبها، ولا تزال بكل أمانة ووطنية في كل موقع وشبر في الوطن الغالي. كل الشكر والعرفان والإشادة والامتنان لوزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وإلى كل منتسبي وزارة الداخلية، حيث عزم الرجال وتضحية الأبطال والمدرسة الوطنية الشاملة، فهم يستحقون الثناء والتقدير في كل يوم تشرق فيه الشمس على مملكتنا الحبيبة. وللحديث أكثر حول هذا المقال يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي محميد المحميد. مساك الله بالخير أستاذ محميد. مساك الله بالخير والنور، مساك الله بالخير جميع المشاهدين والمستمعين. نعم طبعا، يعني ذكرت في مقالك بأن وزارة الداخلية أدت واجبها بكل أمانة ووطنية في كل موقع وشبر في الوطن الغالي. من وجهة نظرك، من خلال متابعتك أيضا للأخبار على وسائل الإعلام، ما هي أبرز المحطات يعني في هذا التحدي الصحي اللي برزت فيها وزارة الداخلية؟ يعني تتميز وزارة الداخلية في مملكة البحرين دائما عملها مستمر، ما يرتبط بجائحة معينة أو تحدي معين أو وضع معين، عملها مستمر في كافة الأوضاع، في المنشط والنكرة، في وجود مشكلة وجود أزمة، بالعكس هي تستبق الأمور ولديها فكرة استراتيجية وقائي أيضا في ظل جائحة كورونا. يعني أتصور أن وزارة الداخلية كانت هي اللي في الصف الأمامي وتدعم كل الصفوف، أبسط الأمور اللي نراها إحنا، حتى أيضا رجال شرطة المجتمع يؤدون دور بارز ومو مقفرين فيه، سواء كان في المجمعات سواء كان في عند المناطق، يحمون أيضا وينفذون الخطة الاستراتيجية اللي وضعها أيضا ويقود فيها فريق البحرين سمو ولي العهد. المنهجية الأمنية والاستراتيجية الشرطية اللي تقودها وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة تحظى بالدعم والتوجيهات السامية من جلالة الملك المفدى الله يحفظه. ما تقدمه وزارة الداخلية سطر قصة نجاح متميزة في البحرين. إذا كانت هناك بعض الوزارات يعني تنافس الوزارات الأخرى في دول أخرى، احنا اللي نلاحظه الآن وزارة الداخلية أصبحت خلية نحل ونشاط في كل يوم. في هذه اللحظة اليوم قرينا مثلا في خفر السواحل قاموا أيضا بدورهم، الجماعة في شرطة المجتمع قاموا بدورهم، الجماعة اللي في المحافظات أيضا يقومون بدورهم، الجماعة اللي في المرور، فالكل قاعد يعمل في خلية نحل والكل أيضا صاير فريق واحد. الفكر الفريق الواحد اللي موجود في وزارة الداخلية واللي قاعد يصب في أمن الوطن، ما تتميز به وزارة الداخلية في مملكة البحرين، تقوم بواجبها بمسؤوليتها أيضا في التصدي لجائحة كورونا، ولم تنسى وهذا أمر مهم أيضا ما هي تحمي أمن الوطن في الداخل والخارج. دورها بارز أيضا في صد الإرهاب الإيراني، قدمت رجال وشهداء قدموا التضحيات الخالدة في هذا الوطن. يعني وزارة الداخلية في ظل دورها الحيوي في ظل جائحة كورونا أيضا مستمرة في دورها الآخر اللي هو أمن الوطن والمجتمع، أطلقت حملات كثيرة وفي ظل ما تقوم بدورها أيضا في ظل جائحة كورونا أيضا تواصل أدوارها ومبادراتها. كل يوم تلاقي محافظة الفلانية تقوم بدورها وتطرح مشاريع مبادرات برامج حق سواء سكن العمال سواء كان البرامج المجتمعية حق المواطنين، تقوم بدورها بشكل متميز يبهر المواطن. أصبح وجود وزارة الداخلية في أي برنامج أو أي مبادرة أو أي مشروع في هذا الوطن مصدر ثقة واطمئنان عند المواطن لما يكون وزارة الداخلية موجودة فيه. نعم لا شك. نعم
استاذ محمد، لا شك ان من الواجب ايضا علينا كاعلاميين وكتاب ايضا ان نبرز هذه الجهود، ويعني شكرا على تفاعلك المستمر خلال هذه الفتره وابرازك لجهود وزاره الداخليه في هذا المقال. شكرا على تواجدك معنا ايضا من خلال هذه المداخله، الكاتب الصحفي محمد المحميد، شكرا جزيلا لك. بحرين يا رمز الفخار، يا غيمة مليانة مطريق، والوطن ويا المحن صوت وصدى لك يا وطن، صوت وصدى لك يا وطن. بحرين يا رمز الفخار، يا غيمة مليانة افتخر، قصة عزم وقصة صبر، وقفة طبيب في المحن، وقفة مواطن للوطن، وقفة مواطن للوطن. بحرين باسمك افتخر، قصة عزم وقصة صبر، وقفة حياكم الله من جديد مشاهدينا. وجود المتطوعين ومشاركتهم الفعالة في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بين لنا التعاون والمشاركة والعطاء والتضحية، وكل هذه يدل على الشراكة المجتمعية، خصوصا لما شفنا المتطوعين من رجال ونساء من جميع الأعمار وهم يشاركون ويعني يعلمون غيرهم يتطوعون من أجل البحرين في هذه الظرف الاستثنائي اللي يمر فيه العالم كله.
بالتأكيد يعني بسام المتطوعين في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا أكدوا للجميع أن التطوع فرصة مكنتهم من تسخير كافة الحب والعمل الدؤوب اللي يحملونه في أنفسهم اتجاه هذا الوطن الغالي، وأنهم مستعدين هم يبذلون الغالي والنفيس لأجل البحرين ومحاربة هذا الفيروس. فريق إعداد مجتمع واعي ما زالوا مستمرين في التواصل مع المتطوعين عشان يقولون لنا عن تجاربهم مع التطوع. معنا اليوم عبر السكايب المتطوع خالد الخاجة. مساك الله بالخير خالد، وفي البداية لو تقول لنا شو اللي خلاك تتطوع خاصة في هذه الفترة الاستثنائية؟ مساكم الله بالنور والسرور. بداية حاب أشكركم على هالاستضافة الجميلة. احنا الحمد لله يعني من يوم صغار دائما الوالد كان يشجعنا على العمل التطوعي سواء على في المجال الخيري او المجال المجتمعي. فاحنا كجزء من على هالمجتمع لازم نساهم في الحفاظ عليه، في حمايته، في نموه. فلما اجتاحت الجائحة البحرين وشفنا شلون الخطوط الأمامية قاعد تبذل الغالي والرخيص للحفاظ على الوطن الغالي، حصلنا بعدها احنا فرصة للمساهمة مساعدتهم، فما قدرنا نفوت هالفرصة. فمباشرة أنا والحمد لله عشرات الآلاف من الشباب من المواطنين والمقيمين قدرنا أن نتطوع، والحمد لله الله كتب لنا يكون من نصيبنا ويتم اختيارنا. يعطيك العافية أخوي خالد، يعني لو تخبرنا أكثر عن مهامك، طبيعة مهامك في التطوع وشنو استفاد خلال هذه الفترة؟ قامت هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية مشكورة بتطوير برنامج واعي بجهة جبار ومدة قياسية. البرنامج بشكل مختصر هو عبارة عن همزة وصل بين المصابين أو المشتبه بإصابتهم أو القادمين من خارج البحرين اللي يكونون بينهم وبين وزارة الصحة والفريق الوطني محاربة فيروس كورونا. احنا دورنا كفريق مجتمع واعي بقيادة الأستاذ عبد الله جودر، أوجه له تحية، ان نكون معهم اول وخطوه بخطوه من تحميل البرنامج والتسجيل فيه وشرح لهم شنو هو البرنامج وطريقه استخدامه، وايضا نحل جميع المشاكل التقنيه اللي فيه. للأمان استفدت اشي وايد منه. اول شيء هو قاعد يرجع بشكل ايجابي علي، انا لما ارجع من خدمه تطوعيه ارجع وانا فرحان وانا سعيد اني قمت باحد ادواري المجتمعيه، اني ساهمت في حمايه الوطن، قاعد أستفيد حتى من كعمل الفريق، كروح الفريق قاعد أستفيد منها بطريقة العمل، وأمور وايد كثيرة يعني ممكن ترجع لي بشكل إيجابي. طبعاً غير الاستفادة من المعارف، يعني قاعد العدد المتطوعين من جميع أطياف المجتمع، من جميع الناس موظفين في أماكن متعددة، فحتى معرفتي فيهم هاي بروحها فائدة لي. طبعا ما في شك خالد ان ممارسه العمل التطوعي يعني له احساس مختلف، وخاصه لما يكون هذا العمل الوطني اللي طبعا خلينا نقول لخدمه مملكه البحرين. ولو احنا حابين احنا يعني نسمع منك كلمه اخيره توجهها للشباب خاصه في هذا التحدي الصحي. انا رسالتي حق كل شاب وشابه على الوطن، انتوا جزء من المجتمع، اي بذره راح تزرعونها الثمره راح ترجع عليكم انتوا قبل لا ترجع على المجتمع، راح ترجع على اهاليكم قبل لا ترجع على المجتمع. اي فرصه تحصلونها للتطوع لا تفرطون فيها، لان اي شيء راح تسوونه راح يرجع بشكل ايجابي عليكم بشكل مباشر من ناحيه شراكتكم مع المجتمع، من ناحيه السعاده اللي راح تحسون فيها، من ناحيه روح الفريق اللي راح تستمتعون فيه، الى النتائج اللي بتجي بعد فتره بعد نجاح مشروع التطوع. فنصيحتي اي فرصه تحصلونها للمشاركة المجتمعية لا تفرطون فيها، وشجعوا دائما الناس اللي حواليكم أن يقومون بهالتجربة. شكرا لك المتطوع في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا الأخ العزيز خالد الخاجة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. صراحة نفخر لما نسمع كل يوم في برنامج مجتمع واعي ونستضيف هؤلاء المتطوعين اللي حقيقة يعني يخدموا لنا شنو الخبرات اللي خذوها خلال هذه الفترة، وكذلك أيضا النصائح اللي يقدمونها بشكل مستمر لإخوانهم ومن الشباب والبنات كذلك. شيء واحد يمكن بس نقدر نقوله أن العمل في مجال التطوع يعني عمل جميل جدا،
وأكيد له يعني خبرات كثيرة ممكن الواحد أنه يكتسبها، لكن الأجمل لما أنا أعمل وأتطوع لخدمة وطني، وطني البحرين. ما في أحلى ولا يعني شعور ممكن يضاهي هذه الإحساس لما أنا أخدم وطني، خاصة في هذه الوقت أو في هذه خلينا نقول فترة الاستثنائية. إحنا متابعين معكم مشاهدينا، ولكن بعد هذه الفاصل. مختبرات الصحة العامة هي المختبرات المعتمدة لفحص فيروس الكورونا COVID-19. الطاقة الاستيعابية للمختبر بلغت 3500 تحليل في اليوم الواحد. يعمل المختبر على مدار 24 ساعة. تقوم عملية الفحص على تقنية حديثة تسمى بتقنية البوليميريز تشين رياكشن اللي PCR. هذه التقنية تعد من أحدث التقنيات العالمية الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية لفحص هذا الفيروس. مختبر الصحة العامة، المجهر الذي لا ينام، حيث لا مجال للخطأ أو نقص في الأداء. تقدرون تعتمدون علينا في إجراء الفحوصات، بس إحنا نعتمد عليكم في اتباع التعليمات. مشاهدينا ننتقل معكم الحين إلى بسام، واللي راح يستعرض معنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكرا أرجيا. نستعرض معكم مشاهدينا آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم 4/8/2020. أجرت مملكة البحرين أكثر من 621 ألف فحص، وهي النسبة التي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. بلغت الحالات القائمة حتى اليوم 4653 حالة، أما الحالات المستقرة فيبلغ عددها 4593 حالة، ولله الحمد فيما يبقى 60 شخص تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما الحالات القائمة التي تتلقى العلاج تبلغ 58 حالة، أما المتعافون فيبلغون 25570 متعافي حتى اليوم، أما الوفيات 98 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين: رصد 500 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 303 حالات لعمالة وافدة و191 حالة لمخلطين وست حالات من القادمة من الخارج، وتعافي 392 حالة. هذه كانت آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الأربعاء، وهذه كل اللي عندي. عودة للشرقية. شكرا بسام، يعطيك العافية. الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم علينا دوم نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه. مشاهدينا الكرام، مملكة البحرين قطعت شوط كبير في مواجهتها للفيروس المتجد برؤية من قيادتنا حفظها الله وكفاءة رجال ونساء فريق البحرين، واستطاعت خلال هذه الظروف الاستثنائية تذليل كافة التحديات لتمضي البحرين في طريق ازدهارها وعمارها بثبات.
بالفعل يعني كل اللي تحقق في سبيل التصدي للفيروس والحفاظ على سلامة وصحة المجتمع يجب يعني أن يخلينا نحافظ عليه بمواصلتنا بعزم والتزامنا المسؤول اللي حتم علينا واجبنا تجاه الوطن وحماية سلامتنا وسلامة من حولنا. بالفعل رقية، لأن نقول اليوم أن احنا هدفنا القضاء على هذه الجائحة، يعني أن احنا لازم نواصل بعزيمتنا وإصرارنا باتخاذنا كل الإجراءات اللي توصلنا لليوم اللي نعلن فيه بعون الله انتهاء هذا الوباء. وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، ويتجدد بكم اللقاء باكر في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي مع الزملاء فواز ولولوة، وفي أمان الله. مع السلامة.